روضت يا أجمل أيامي، روضت يا دفء الأحضان، جئناك والضحكة معنا تغني أعذب الحن. روضت يا أجمل أيامي، روضت يا دفء الأحضان، جئناك والضحكة معنا تغني أعذب الحن. في الروضة تكبر أحلامي، تزهو الدنيا بالألوان، ننمو ننمو كالأغصان، كالأطيار في البستان، كل الحب لمربية عطر الورد والحنان. روضتي يا أجمل أيامي، روضتي يا دفء الأحضان، جئناك والضحكة معنا لنغني أعذب الحان. الأطيار في البستان، كل الحب لمربيتي عطر الورد والحنان، كل الحب لمربيتي عطر الورد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دربوا الطفولة. حلقتنا اليوم عن خبرة الحيوانات. تابعنا في حلقات سابقة أنشطة عن النباتات، واليوم سنتناول أنشطة تتعلق بخبرة جديدة وهي خبرة الحيوانات. تهدف هذه الخبرة إلى تزويد الأطفال بمعارف ومهارات وقيم واتجاهات في جانب مهم من جوانب البيئة وهو الحيوانات. فالحيوانات بالنسبة للطفل هي مصدر استطلاع اكتشاف مهم، ورؤيتها تحفز أسئلته وأفكاره وتدعوه إلى التعرف إليها والتفكير في طريقة حياتها، طبعا وصولا إلى الرفق بها وتمييز أنواعها وأشكالها. من الموضوعات المتضمنة في الخبرة الحيوانات وأنواعها، فوائدها، تكاثرها، المزرعة، الغابة، مراحل النمو، الطيور والحشرات، ومهنة الطبيب البيطري. يتم التحقق من الوصول إلى أهداف الخبرة من خلال المواقف الإيجابية للطفل في أثناء استمتاعه بالأنشطة التي يتشارك فيها مع الآخرين، فنلاحظ عباراته المحببة تجاه الطبيعة والبيئة، وتكتشف المربي ميوله واهتماماته، وذلك عندما يعبر عن مشاعره وما يجول في خاطره. وسيتكون لديه فيما بعد رصيد من هذه الخبرات الممتعة المحببة ليستخدمها في الوقت والزمان المناسب لها. إن تحقيق أهداف الخبرة اللغوية يعني أن ننمي حصيلة الطفل اللغوية من خلال مفردات تتعلق بالخبرة، مثل أليف، متوحش، تكاثر، غابات وإلى آخره. ويتحقق الهدف اللغوي أيضا من خلال تنمية مهارات التواصل والإصغاء والاستماع والتعبير والمحادثة، وتكون الأغاني وسيلة مجدية في تنمية قدراته اللغوية والموسيقية، مع الحرص على النطق السليم للمفردات. من ناحية تنمية المفاهيم والمهارات الرياضية، فقد تضمنت الخبرة أنشطة الفرز والتصنيف وفق معيار أو أكثر، وأنشطة المطابقة بين الحيوانات وصغارها، ولا ننسى مفاهيم المقارنة بين الحيوانات من حيث الحجم أكبر أو أصغر، ومفاهيم الأعداد وربطها بمدلولها الحسي. أما من الناحية الوجدانية والاجتماعية، يكتسب الطفل اتجاها إيجابيا حول الرفق بالحيوانات والعناية بها، ولا ننسى المحافظة على نظافة البيئة وتحمل المسؤولية وصولا إلى تقدير عظمة الخالق. وعلى المربية تنمية ميول الطفل وتكليف الأطفال بجمع صور للحيوانات من المجلات والمكتبات، وطبعا معرفة أهمية عمل الطبيب البيطري للمحافظة على الصحة السليمة. إن خبرة الحيوانات خبرة غنية بموضوعاتها وأنشطتها، ويمكن للمربية أن تبتكر أنشطة إثرائية عديدة تعمق مهارات الأطفال وتضفي المرح والمتعة لتعلمهم. فكل موضوع من هذه الموضوعات هو حجر الأساس لأنشطة إبداعية تخطط المربية لها، فتحقق أهدافا تربوية تنعكس على نمو الطفل السليم وتكوين شخصيته.
دعونا نشاهد نشاط حلقة اليوم عن الحيوانات الأليفة وإنشاء مزرعة تضم هذه الحيوانات. صباح الخير يا أطفال. صباح الخير مربيتي. كيف حالكم اليوم؟ الحمد لله. لقد اشتقت إليكم كثيرا. ونحن أيضا. أحبائي الصغار، سأخبركم بقصة جميلة، مستعدون لسماعها؟ مستعدون. صوتكم كل مستعدون؟ مستعدون. أحسنتم. كان يا مكان كان هنالك فتاة تدعى ليلى، وهذا والد ليلى. ليلى أرادت أن تشتري دبا وتربيه في البيت. ذهبت وقالت لبابا: بابا، أريد أن أشتري دبا وأربيه في البيت. نظر بابا وقال: لا يا ليلى، لا لا يا صغيرتي. فقالت له: لماذا يا بابا؟ فأنا أحب الدب كثيرا وأريد أيضا أن أربيه في منزلي. فقال: لا يا صغيرتي، لأن هذا حيوان مفترس ولا يعيش معك في البيت. ليلى قالت: طيب بابا أخبرني، ماذا إذا؟ ما هو الحيوان الذي أريد أن أشتريه؟ فقال: تريدين أن تشتري حيوانك المفضل؟ يجب أن تختاري من الحيوانات الأليفة. بدأت تفكر ليلى: ماذا تعني أليفة يا بابا؟ أخبرني. هنا قال لها: يجب عليك أنت أن تخبريني. نظرت فقالت: الحيوانات الأليفة مثل الكلب وأيضا الدجاجة وأيضا العصفور، فأنا أحب العصفور كثيرا بابا. وهنالك الأرنب، الأرنب الذي يأكل الجزر. أحسنتم. إذن وغير ذلك. فبدأ بابا وقال: يجب عليك أن تختاري مثل ما قلت لك، لأن الحيوانات الأليفة هي التي تعيش معنا في البيت ولا تؤذينا. فقالت: حسنا سوف أختار إذا العصفور. أحسنتم. كيف صوت العصفور؟ كيف؟ هل تستطيعي؟ صوت قوي. أحسنتي. إذا لقد اختارت ليلى العصفور. أحسنتم. ذهبت ليلى هي وبابا إلى السوق لكي تشتري حيوانها المفضل وهو العصفور. أحسنتم. إذا أطفال الصغار، هل أعجبتكم القصة؟ أجاب. أريد أن أسألكم سؤال، برأيك ماذا تعني كلمة أليفة؟ ماذا؟ الحيوانات الأليفة. ماذا تعني حيوانات أليفة يا هلي؟ لا تعض. أيضا أحسنت صغيرتي. صفقة لي صديقة. لمن؟ لي جوليا. أحسنتي. أيضا ولا تخرمش. أحسنتي صغيرتي. بوركتي. صفقة قوية لصديقتي. أحسنتي يا صغيرتي. أيضا كرم. غير ذلك. هي من يخبرني؟ هي. قلتم لي بأنها لا تعد ولا تخرمش أيضا. هل نستطيع أن نربيها في منزلنا؟ نعم. أحسنتم. إذا الحيوانات الأليفة مثل ما؟ مثل الأرنب. أحسنت يا هيلين. أيضا مثل العصفور. الكلب. كيف صوت الكلب؟ أحسنتم. كيف صوته؟ أحسنتم. كيف صوت العصفور؟ إذا أطفال الصغار، الحيوانات الأليفة هي التي نربيها في أحسنت صغيرة، مثل هي الحيوانات التي نربيها في منزلنا. صحيح. أريد أن أسألك سؤال كرام، هل نستطيع أن نربي في منزلنا النمر؟ لا. لماذا؟ لأنه مفترس كثير. مفترس. يعني وأيضا يخرمش. غير ذلك يؤذي الإنسان.
يؤذي الإنسان. أحسنتم أطفال الصغار. إذن إن الحيوانات الأليفة فقط هي التي تعيش معنا في البيت. ما رأيكم؟ الآن انظروا إلي، سوف أوزع عليكم قطعة تركيب. التنين؟ هل تستطيعين أن تعيشي أن تربي في بيتك تنين؟ لا. القطة أحسنت، هي من الحيوانات الأليفة. أحسنت صغيرتي. كوالا. الكوالا؟ هل تستطيعين أن تربيه؟ هل نربي الحيوان الكوالا في البيت؟ لا لا. بعض الناس يربونه، ولكن هل نحن نستطيع أن نربيه؟ لا لا. أحسنتم أطفال الصغار، هو يعيش أين؟ بالغابة. في الغابة، أحسنت صغيري نوار. الآن انظروا إلي، سوف أضع هذه القطع هنا وأنتم سوف تختارون القطع وسوف نرى ماذا سوف يظهر لدينا. هيا وهي ركبوها. أحسنت جوليا. ما هو الحيوان الذي ظهر لديك؟ قطة. كيف صوت القطة؟ بصوت قوي. أحسنت، هو من الحيوانات الأليفة. أحسنت، أين صفقة صديقة هيا لصغيرتي؟ أحسنتم. الآن ماذا ظهر؟ ما هو الحيوان الذي ظهر لديك؟ كلب. كيف صوت الكلب؟ هو هو. أحسنت أطفالي. الكلب هو حيوانات أليفة. حيوانات أليفة، أحسنت أيضا. هيلين. أرنب. ماذا؟ أرنب. تعالوا لكي نرى نوار. أحسنت نوار، ماذا ظهر لديك أيضا؟ خروف. خروف، الخروف أين يعيش؟ هل يعيش معك في البيت؟ أين في يعيش؟ في المزرعة. أحسنت صغيري. إذن وهذا حصان. كيف صوت الحصان؟ كيف صوته؟ انظري إلي، كيف صوت الحصان هيلين؟ هكذا. هل يعيش معنا الحصان في البيت؟ لا. أين يعيش إذا؟ في المزرعة. أحسنت صغيري. إذن أطفالي الصغار الآن سوف نلعب برا وبعمل له قصص، بس أنا بدي أجيب أرنب وأتلج أخواتي. تحبين الأرنب؟ إيه. يا سلام. الأرنب هو؟ الحيوانات الأليفة. أسمعيني. الحيوانات. أحسنتي، من الحيوانات الأليفة. ماذا تحب أنت؟ كلب. حيوانات أليفة. أحسنت. ماذا تحبي أن تربي؟ قطة. قطة. وأنا أيضا. صغيرتي القطة هي من الحيوانات الأليفة، نستطيع إذن أن نربيها في منزلنا. ماذا لدي؟ خروف. الخروف. هيلين، هل نستطيع أن نربي الخروف في البيت؟ لا، بالمزرعة. في المزرعة، أحسنتم. في القفص. في القفص، ولكن يعيش معك في البيت؟ لا. لا. الآن سوف نلعب لعبة الأصوات. سوف أخبركم باسم الحيوان وأنتم سوف تقلدون صوته. هيا صوته. موافقون؟ أجل. أجل، هكذا أريد. موافقون؟ أجل. أحسنتم. الآن أسمعوني، هيا. القطة مياو مياو مياو. الآن الحصان. بركتم أطفالي. الآن الكلب. عو 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 عو. هكذا؟ أسمعني يا نوار. أسمعيني جولي. هكذا؟ أحسنتي. إذن الديك. كوكو 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 كوكو. ماذا قلتي؟ الدجاجة. الدجاجة، كيف صوت الدجاجة؟ أحسن أطفالي. إذن كيف صوت العصفور؟ هل تسمعون العصفور في الصباح؟ أجل. وأنا أيضا هكذا. إذا الآن انظروا أطفالي الصغار، لقد تعلمنا أن الحيوانات الأليفة هي تعيش معنا في البيت. أحسنت صغيري، تعيش معنا في البيت وأيضا
لا تؤذي الإنسان. لا تؤذي الإنسان وهي تحبه وتحبنا أحسنتي. ولكن هل نستطيع وأن نختار الأسد مثلا لكي يعيش معنا؟ لا. من الحيوانات المفترسة. هو من الحيوانات المفترسة. أين يعيش؟ في الغابة. في الغابة. الآن ما رأيكم أنا وأنتم أن ننشئ مزرعتنا الخاصة؟ الآن أعطوني هذه. هيا تعالوا أنا وأنتم نتساعد. أطفالي ساعدوني لكي نضع. هي صغيري ضع هذه. شكرا يا جوليا. ضعها جانبا. هيا انظروا أطفالي الصغار أحبائي، هذه ما هذه؟ مزرعة. مزرعة. يا توريا ماذا يوجد في هذه المزرعة؟ بقر. بقر. كيف صوت البقر؟ أيضا هل تعلمون ما هذا؟ بيت. هذا ليس بيت. هذه حظيرة. ما هذه؟ حظيرة. تسكن فيها الحيوانات. أحسن. وهذا المكان الذي نضع فيه الطعام لمن؟ للحيوانات. أحسنتم. الآن انظروا، سوف أضع أنا هنا حيوانات وأنتم سوف تختارون ما تحبون من الحيوانات المزرعة، وسوف تضعون هكذا. تفضلوا. تفضل صغيري. هيا هيا تفضلوا. هل تعلمون كيف؟ انظروا نفعلها. هكذا. ليس هذا. خذي هذه. الكلب. ماذا لديك؟ من الذي ألصق هذا؟ ما الذي وضعه؟ أنت. الحصان. إلى أين يكون؟ هكذا وجهه. انظري. ينظرون إلى هنالك. ضعيه. أحسنت فيه. أنت ساعد أنا وأنت. مربيتي. أحسنت. ماذا وضعت يا صغيري؟ لا، ما هذا؟ قطة. هذه ليست قطة. ما هذا؟ لا. تفضل. ما هذا؟ كلب. أحسنت نوار. هيا صغيري ضع هذا. هذا ما هذا؟ ديك. ماذا وضعتم؟ انظروا، سوف نضع هذا. ضعونا هذه البقرة. العصفور إلى أين؟ ضعوا هنا العصفور إذا أحب. هيا هنا. صغيري كرام اقترب إلى هنا. هيا لكي تتساعد أنت ضعي. هيا صغيرتي تفضل. تفضلي جوليا. هكذا. ماذا؟ أحب الخروف. ضعي الخروف هنا. هيا انتهينا. لم ننتهي. ما هذا؟ انتظري يا هيلين. انظري. هيا تفضلي. أين تضعينها؟ وجهه إلى الآخر، إلى المكان الآخر. هكذا. ماذا؟ أرني. الصوص. الصوص. أعطيه لجوليا. لجوليا. انظروا هذا. هكذا. هكذا أطفالي. إلى الجهة الأخرى. أحسنتي. تفضل ضعه جيدا. هيا كريم. كيف صغيري تجلس؟ هيا أرني. هيا كريم. صغيري كيف تجلس؟ ماذا بك؟ ماذا؟ انتهينا. أحسنت يا كريم. الآن جوليا اقترب إلى هنا. نوار وجوليا أيضا. الآن لم يبقى لدينا هنا. لم يبقى. انظروا. الآن سوف نرى. ماذا؟ هذه.
الآن سوف نرى. صغيري كرام، ما هذا؟ بقرة. الآن دورك، ما هذا؟ حصان. دور نوار، ما هذا؟ حصان. أيضا هذا سوس صغير، سوس. يا الآن ماذا؟ هل أعجبتكم المزرعة؟ أجل. هل أحببتم ما تعلمناه اليوم؟ أجل. إذن أطفال الصغار، ما رأيكم؟ سوف نلصق أنا وأنتم أيضا حيوانات المزرعة. نعم. سوف يخرج طفل طفل. سوف نبدأ. هيلين اجلسي صغيرتي، هيا. سوف أبدأ بمن؟ أروني. سوف أبدأ بمن؟ بمن 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 بمن؟ دي كرم. تفضل يا كرم. هيا كرم، تفضل صغيري. هيا ضعها يا كرم، ضعها. أحسنت. ماذا وضعت أنت؟ بقرة. أين تعيش إذن البقرة؟ في المزرعة. أحسنت صغيري. صفقة لصغيري، هيا. أحسنت. يلا الآن دور من؟ جوليا. تفضلي جوليا، ماذا لدينا؟ كلب. لا، خروف. هذا خروف صغير، هيا ألصقيه أيضا. أحسنتي. الكلب أيضا. الخروف أين يعيش؟ في مزرعة. بوركي صغيرتي، الآن لقد نسينا شيء. ما هذا؟ كلب. كلب. تفضل يا نوار، هيا صغيري وألصق. أين؟ هنا إذا أحببت. يا ترى لماذا هنالك، لماذا أطفال الصغار يعيش أيضا الكلب في المزرعة؟ لأنه ليس مفترس. أعلم أنه هنالك الكلاب ليست مفترسة، ولكن لماذا؟ لا يؤذينا. أعلم ذلك. لأنه لكي يحمي. يحمي، أحسنت، الحيوانات، وهو للحراسة. إذا لماذا؟ لماذا؟ لكي يحمي الحيوانات، أليس كذلك؟ أجل. هيا تفضل. إذن الآن دور هيلين. حصان. هيا ضعي الحصان، هيا يا جميلتي. في الأسفل ضعيه. هيلين في الأسفل هنا بجانب الخروف. انتظري أنا قادمة. هي هذه البقرة، الحصان هنا، ضعيه، ضعيه هكذا. أحسنتي صغيرتي. إذن الآن أطفال الصغار، لقد وضعنا نحن حيوانات أليفة. لا، ديك. أحسنت كرم. هيلين ألصقيه، هي ضعيه بجانب الحصان هنا. أحسنتي الديك. إذن هل أعجبتكم المزرعة؟ نعم. هل أحببتموها؟ أجل. الآن لقد تعلمنا أن هنالك حيوانات أليفة أيضا. أين تعيش؟ في المزرعة. في المزرعة. هل أحببتم إذن ما تعلمنا، أليس كذلك؟ أجل. لقد انتهينا أطفالي الصغار، أراكم في نشاط لاحق. إلى اللقاء. إلى اللقاء. كما شاهدنا، بدأت المربية بقصة قصيرة لإثارة انتباه الأطفال وجذبهم لموضوع النشاط. وهنا تأتي الأهمية في تحقيق أهداف الجانب اللغوي المتعلق بالإصغاء والاستماع. وبشكل عام ينبغي مناقشة الأطفال بأحداث القصة وطلب سردها أو جزء منها بلغتهم الخاصة، مع تشجيعهم على استخدام مفردات فصيحة.
عرضت المربية صوراً واضحة للحيوانات الأليفة وسماها الأطفال وحاورتهم حول مفهوم أليف ومتوحش. في الخطوة التالية ركب الأطفال أجزاء الأحجية لتشكيل حيوانات أليفة. وطبعاً لابد أن نذكر أهمية التعلم النشط في مرحلة رياض الأطفال والاعتماد على طرائقه في تقديم المعرفة للطفل حتى يكون فاعلاً أساسياً ومحوراً لتعلمه. ونذكر من طرائق التعلم النشط عصف الدماغ، المسابقات، عمل المجموعات، حل المشكلات وتمثيل الأدوار. في الخطوة الأخيرة من النشاط أنشأ الأطفال مزرعتهم بضم الحيوانات الأليفة إلى المزرعة وتسميتها وتقليد أصواتها. ولاحظنا متعة الأطفال في تقليد أصوات الحيوانات وتفاعلهم مع المربية. عززت المربية النشاط بقيام الأطفال بتعليق صور الحيوانات على اللوحة، ومن المفيد جدا ترك مساحة للطفل كي يعبر ويتحدث عن أفكاره وما يجول في نفسه. مشاهدينا، كان هذا نشاطنا لهذا اليوم من خبرة الحيوانات. أتمنى أن نكون قد قدمنا الفائدة لكل مربي ومعني بتربية الطفل. ألقاكم في حلقة جديدة وأنشطة جديدة من منهاج رياض الأطفال، وإلى اللقاء على درب طفولة. روضتي يا أجمل أيامي، روضتي يا دفء الأحضان، جئناك والضحكة معنا تغني أعذب ألحان. روضتي يا أجمل أيامي، روضتي يا دفء الأحضان، جئناك والضحكة معنا تغني أعذب ألحان. في الروضة تكبر أحلامي، تزهو الدنيا بالألوان، كالأغصان كالأطيار في البستان، كل الحب لمربية يعتر الورد والحب.